تجسيدا للقرارات السيد رئيس الجمهورية، أنه فيه نظرة شاملة على المستوى الوطني، أنه تكون هناك توزيع عادل لهذا النوع من المشاريع. موجودين اليوم في ولاية بشار للوضع الحجر الأساس والانطلاق الفعلي في الإنجاز، مركب رياضي مكتمل، يعني ملعب رياضي ب 25,000 مقعد، ملعب مغطى 25,000 مقعد، مسبح 1200 مقعد مسبح مغطى أيضا، قاعة رياضات 400 مقعد، ومطمار لألعاب القوى 6500 مقعد. يعني مركب مكتمل، فيه مرأب للسيارات تقريبا 3000 مكان، يعني 3000 بلاس دو باركينغ في المركب، فيه كل الاختصاصات. هذا المركب راح يكون إضافة للولاية، وراح يكون عنده يعني إشعاع جهوي لكل الجنوب الغربي للمنطقة، على رأسها يعني ولاية بشار. الآن راح ننطلق في الإنجاز هذا المركب اللي راح تاني يكون إضافة. احنا نشوف الآن في الألعاب الأولمبية فيه أبطال وبطلات يتحصلوا على ميداليات ذهبية، لما لا ولاية بشار اللي فيها طاقات يعني بوضع هذا النوع من الإنجازات ولا هذا النوع من المشاريع، راح يخلي هذه الطاقات يعني تكون. هذا برنامج آخر إضافي، وما زال الخير يعني لا من حيث السكنات ولا من حيث الإنجازات كما هذو للمركبات الرياضية يعني بالحجم هذا. شكرا بارك الله فيك. هو هذا مركب ما يخص غير شبيبة صورة، يخص رياضيين آخرين كذلك. ما يخفالكش أنه ولاية بشار يعني خرجت عدة رياضيين في ألعاب القوى وعدة اختصاصات أخرى، لهذا هذا المشروع راح يكون دعم يعني للمنطقة ككل وخاصة ولاية بشار. أكيد هذا راح يحفز كثير يعني كل القائمين على الرياضة في الولاية وفي المنطقة ككل، حتى يعني هكذا عندك يعني إمكانيات أحسن لتحضير يعني كي نشوفوا يعني شفتوا معنا المشروع كيفاش يعني مستوى عالي وعالي جدا، يعني كل اليومولوجي يعني من كل النواحي. ولهذا انا الشيء اللي نتمناه انه هذا الشيء راح يكون دعم للرياضيين خاصه وكل قائمين عليهم ان شاء الله للمستقبل القريب. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.